أنا ألعب شيء. يلا موتوا لك يا روحي اللي كيفك. أسرع. يا حفيدي الحلو. يلا. قديش كبران يا حبيب قلبي. تبعدي عني حبيبي. تعال رح أقتلك. معك؟ ما عرفتني حبيبي؟ أنا ستك أم أبوك يا روحي. استني خليني أقتله بالأول. شوف شو جبت لك. هاي رح تدفيك بالشدة. اشتغلت لك إياها بإيدي يا روحي. إيسا يلا. بعدي ستي خليني أقتل هدول بالأول. يا حبيب قلبي شو إنك بطل. يلا تعال خليني أشوفك. لو شافك جدك على الكمبيوتر. قربوا. لا ما لازم شاف حاله فيك. لأنه نحن ما منعرف بهاي الشغلات. هو الراديو ما كان يعرف شغله. يا روحي موت. مالك لك حبيبي. أوصى. أنت بتشبهه لجدك. المرحوم ما كان يهمه شو عم بيصير بالعالم لازم كله. فوز. المهم هو يخلص شغله على مهله. وين أختك رحاب؟ أختي تحت. ليه؟ يلا تلبسها لشوف عليك. اتفقنا؟ العمى لك ما عم يموت. أوصى. ما شاء يلا. الله على هالجيل. أوصى. لا يا ربي فشرت حدا يفوز علي. أنا ألعب واحد. يا روحي قولي لي كيفك حبيبتي؟ رحاب ما عرفتيني يا قلبي؟ أهلا وسهلا ستي. أهلا وسهلا يا عمري. ما شاء الله عم تعزفي؟ من أنت وصغيرة شاطرة. جدك قضى طول عمره عم بيحاول يعزف على العود وما عرف. يا عمري قديشك كبرانة وحليانة وحاطك أحلى وحمرة خدود. كبرتي وصرتي صبية ما شاء الله عليكي. ليكي رحاب ليكي جبت لك هاي البلوزة عملت لك ياها بإيدي أنا. شوفي بعد تركيني بحالي بقى عم تشتتي لي انتباهي. عشو عم تطلعي؟ شو الحماية اللي عندك؟ بتضحك يا عايدة. قال جايبت لك يا قطيني. تعرفوا هي ما قالت لي إنها جاية. فعلاً أنها وحدة وقحة. كان لازم تخبرنا إنه جاية. إيه معك حق والله. لا وشفتيه قالت لنا السلام عليكم. ليكي بعتيه على التلفزيون لا تضحك البلد على منظر اليقطيني تبعها. بس تخيلي المنظر قاعدة على الكرسي وحاطة بحطنا اليقطيني الكبيرة وبتقول السلام عليكم. عارفيني خواصي. يا الله ما بيطلعوا لنا هيك ناس. اجت لحالها يعني شو قلها شغل باسطنبول. بكرة ببعتها على الضيعة وبخلص منها. لا لا خليها يا عايدة رح نتسلى كتير فيها. ايه العمة اليقطيني هي لعبة جديدة. فيك تخليها عندك مشان بس تملي تندهيلها. والله بتتسلي أكتر من البزر. صح يمكن صح. تعلمك تحكي ضيعة جي مثلها. قديش الغبية يا نظيرة. شو اللي عم تعملي هون؟ ارجعي ارجعي عطيعتك. ليش اجيتي مشان تزعجي العالم؟ فكرة حالة طالعة أميرة ومأنقة بهاللبس. صدق حالة بتحسي أنس في ميلاد الألوان. ايه ايه مو طبيعي مو طبيعي. يلا
آخ فرحات آخ، ليش كلكم صرتوا هيك؟ أهلا وسهلا. مرحبا، شو وصلت أمي؟ إيه إجت هي جوا. أمي أنا أجيت. والله من ناحيتي حبيت الأصفر هيك الموضة. إيه بعرف، أكيد أنتي مزوقة. أنا هيك بحب، ما بعرف، هيك ستايلي بحسه هيك أكتر. شي يوم بدي أخذكم عن أنتي بتفهمي. لا وشغلات حلوة. مساء الخير. أهلين مساء النور. وين أمي؟ ما بعرف، هلأ كانت هون. أمي. إيه طيب يلا خلونا نمشي. أي يلا نمشي يلا. يلا. عايدة حبيبتي، نحن بدنا نروح حاجة. لا قعدوا، ليش مستعجلين؟ منعيد عن قريب إن شاء الله. بايات، انتبهي على حالك. رح أقتلكم كلكم. مالك يلا. وين ستك؟ يلا تعالوا. مالك ستك وين راحت؟ ما بعرف، خلوني ألعب، لا عبتلهوني. يلا جوم عليه. مع السلامة، عيدوها صبايا. ياتي أكيد بدنا نعيدها الأسبوع الجاي، بس ما تنسي تجيبي الخالة يعطينا معك. ماشي، هاتي بوسة. باي حبيبتي. شفتي شو شاشو مهدلة يا حرام؟ ايه بس بتضحك كتير. سلينا شوي يا صبايا. رحاب بنتي، بتعرفي وين ستك؟ رحاب. ايه؟ وين راحت ستك؟ وأنا شو بيعرفني؟ أمي عايدة وين أمي؟ دورت بكل الغرف؟ ايه شفتهم كلهم، ما لا موجودة. طيب شوفها بالحمام. ما أنا هنيك. ما بعرف، سلمت علي وبعدين طلعت لعند الأولاد. فرحات ابني حبيبي، انت ليش هيك سويت؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.